صباح الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده. نورك ربنا يكرمك. وتعالى بعد اذن حضرتك نبتدي بالتفصيله اللي نهاوند يعني كانت بتتكلم فيها، ازاي نوصل لمرحله ان احنا ان شاء الله مع البدايه الجديده للموسم الجديد فعلا تكون بدايه مختلفه تماما عن اللي شفناه تحديدا في الجزء الاخير او الفتره الاخيره من الموسم الماضي اللي لسه خلصان. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نبقى عارفين ان احنا بقى لنا 3 مواسم متلاحمين. فدي ما بتحصلش في اي حته في العالم. طبعا. واحنا بنشوف محمد صلاح لما بيجي مصر وبعدين بيطلع الغردقه او الشرم بيبقى الناس تقول لك ايه ده ايه الدلع ده. ده مش دلع، ده بالامر. طبعا. انت بتاخد الشهر ده مستشفى. علشان جسمك. طبعا. علشان جسمك البدني والرئتين والجهاز العصبي بتاعك ياخد الجرعه من الراحه بحيث انك انت تقدر تخش على احمال وعلى شغل وعلى كثافه في المباريات، الى جانب النواحي النفسيه المهمه جدا. طبعا. والضغط العصبي بيبقى موجود في كل الماتشات، فالفتره دي بتبقى فتره اساسيه. احنا بقى لنا 3 سنين في النادي الاهلي ما بناخدهاش. حتى الفريق لما كان بياخد اسبوع ولا حاجه تلاقي اولادنا على طول في المنتخبات، سواء منتخب اولمبي او منتخب قومي. يعني بنبشر الناس ان احنا الحمد لله هنحاول اهو، او من خلال رابطه الانديه، ان هيبقى فيه من الموسم ده هيبقى فيه لعيبه واخدت فتره راحه، وخاصه القرار اللي النادي الاهلي اخده مجلس الاداره اخده بعد ما لقى انه الامور ماشيه في طريق خلاص. يعني تحصيل حاصل يعني؟ لا مش ما كانش تحصيل حاصل، لكن شاف ان بقى الموجه عاليه قوي، وان هناك يعني في حاجات كده بتحصل ما هياش طبيعيه، وانا مش هخسر كل حاجه. فانا يعني خلاص الدوري شكله رايح في اتجاه معين باساليب معينه، فانا لازم ادي لعيبتي الراحه، يعني مش معقول هخسر الاثنين. حتى لو لعبتي هتأدي في الظروف اللي كانت موجودة مش هيحصل. وكنا بنشوف رئيس لجنة الحكام بيطلع الناس كلها بتقول على حاجة وهو بيتكلم في حاجة تانية خالص، ومعوقات في كل حاجة وجواب بيستخبى والحاجات دي. الموسم بحب في كابتن عادل ان هو ايه يقول كده او يدي الكلمة بس وعلى الهادي. حلوة. الكلام ده نبض الشارع. لا صح، ده نبض الشارع، واحنا الناس بتقابلنا واحنا اصلا جمهور. فاحنا الحاجه دي مستعين اكيد في الاول في الاخر. يعني حضرتك تتخيلي دوله من خلال واحد، والدوله اللي دي اللي هي مصر بتمثلها، لما يخسر مصر والنادي الاهلي 5 مليون دولار، دي معناها ايه؟ ودي رساله برضو للسيد وزير الشباب والرئيس الاتحاد. هي العمليه لما اخسر انا 5 مليون دولار، انا لو البطوله الافريقيه انا خدتها كنت هيحصل على المبلغ ده. مين اللي كان هيحصل عليه؟ مصر بتاع عمله صعبه داخله، وداخله من خلال النادي الاهلي، الى جانب طبعا انك هتبقى المره الثالثه. الموسم اللي جاي احنا اولادنا اخدوا اجازه بالزبط. تقريبا هتخش في شهر وشويه، وحتى الاولاد اللي كانوا مصابين وراجعين برضو هياخدوا اجازه مش اقل من 25 يوم. المعسكر يبقى من يوم 17، وبعدين رابطه الانديه بتقولوا انه الدوري هيبقى هيخلص في يوليو. فمعنى كده انه خلاص هيبقى الدوري بتاعنا مرتبط بالانديه على مستوى العالم كله. هتيجي برضه في الفتره الاخرانيه بعد نهايه الموسم لعيبتنا هتاخد شهر الراحه الكامله. ما بتبقاش راحه كامله، بتبقى بيلعب اي حاجه تانية غير الكوره، يلعب سباحه، يلعب تنس، يعني بحيث ان هو الجهاز العصبي والعضلي يعني توصل لمرحله انك انت كل الاجهاد اللي عندك وكل الضغط العصبي اللي عندك كله بيبقى بتبدا من الصفر. الجسم كله بيبقى خلاص وصل لمرحله خلاص مرتاح جدا، بحيث ان هو يخش على مرحله فتره الاعداد، تبقى فتره قويه جدا بنسميها فتره بناء. زي ما حضرتك بتيجي تبني عماره. ايوه. فبتحط الاساس، اللي بيحط اساس كويس بيفضل الموسم كله. لا هتلاقي بقى لا شد ولا صليبي ولا غضروف ولا ولا ولا، لانك انت عملت البنيه التحتيه عندك عملتها بشكل جيد، وبالتالي الموسم كله بالنسبه لك بيبقى موسم قوي. وبرضه بنبشر الناس ان الموسم القادم احنا طبعا مش ما اشتركناش في كاس العالم للاسف يعني. فالموسم اللي جاي ما عندناش ارتباطات خالص تقريبا على مستوى المنتخب غير في مارس تصفيات افريقيا. على فكره ممكن ده يكون لمصلحتنا، يعني مش شرط يبقى ده حاجه وحشه. احنا كنا محتاجين ان احنا بجد نهدى شويه. برافو يعني عليك والله. برافو عليك. محتاجين فعلا، لان
دايما سياساتنا نهاوند غلط. يعني انا لما الاقي البطوله العربيه والاقي كل البلاد العربيه رايحه بالصف الثاني وبالاشبال، انا ليه اروح بالفريق الاول؟ ليه؟ صح. يعني انا رايح عشان اخد بطوله، طب انا ما خدتهاش، وبعدين رحت اجهدت لعيبتي، رحت داخل على افريقيا اجهدتهم زياده، وبعدين كاس عالم رحت الله انا هدفي كاس العالم، ايه اللي يوديني البطوله العربيه؟ طب انا اودي صف تاني، اودي المحليين. الفتره دي اتخذت فيها شويه قرارات غريبه ونتج عنها نتائج عجيبه اغرب حقيقه، يعني تتماشى مع الفكر اللي ناس كتير شافوا ان هو ما هواش الامثل، ما هواش الاضبط، مش مناسب للوضع اللي احنا فيه على كل احوال.